بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء وأستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك، وحيا الله الأخوة والأخوات. الله يحييك. سأل الله يكون لقاء نافع مبارك. يا أهلا وسهلا. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. أول اتصال على بركة الله، أبو عبد الملك من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياك الله أبو عبد الملك. الله يبارك فيكم. أنا قلنا بنعوضك عن السؤال أمس، يلا عطنا أربع أسئلة الحين. الله يسلمك. حياك الله، تفضل. الله يبارك فيك. السلام شيخ، أنا شيخ خالد. الآن شيخ، في مسائل فقهية كثيرة، أخذ بالقول الأحبط أو القول الذي يخرج من الخلاف، لكن أحيانا الناس يسألوا عن فتوى ونقول لهم قول يكون في خلاف، يعني لا أحد العلماء المعتبرين، يعني لا نقول لهم القول الذي أخذ به، يعني هل هذا بأس؟ ما فهمت، يعني تنقل لهم قول خلاف ما أنت مقتنع به أو خلاف ما تعمل به؟ خلاف ما أعمل به يعني، ولا هو قول أنا مقتنع فيه العلماء معتبرين، لكن خلاف ما أعمل به. يعني هو أخونا أبو عبد الملك يأخذ بالأحوط، لكنه لا يقول الناس اعملوا بهذا، لأنه بحكم أنه يعني. طيب، عندك سؤال آخر أبو عبد الملك؟ سؤال آخر يا شيخ عبد الله، بحكم أنك البارح قلت لي زمان سألت على الإبل والهجن. أي نعم، تفضل. الآن بسأل شيخ، أنا يعني الآن لو أهل الإبل يعني 10 عملوا سباق وعملوا قطة بينهم، يعني هل هذا جائز بحكم أن الحديث لا سبق إلا في نص أو مفتن أو حافر؟ المسابقة يعني. عملوا مسابقة بينهم تقصد؟ عملوا مسابقة بينهم وجمعوا، كل واحد دفع 500 ريال وعملوا عليه السباق، ليس طرف خارج الذي وضع الجائزة. طيب طيب، عندك سؤال آخر يا بعد ملك؟ أحسن الله إليكم. حياك الله، يا هلا وسهلا. باقي اتصالات. نزار من العراق، فضل يا نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم، تفضل. حياك الله يا أبو عمار، وحيا الله الشيخ الكبير شيخ خالد، كيف حالكم؟ مرحبا بك، حياك الله أخي أبا محمد، مرحبا، تفضل. سيد الفاضل، لدي عدة أسئلة. عندنا المصلين عندما يسلمون عن اليمين والشمال يرفعون أيديهم للدعاء، أي يكون الدعاء بعد السلام، وفي بعض الحالات برفع الأيدي. سيد الفاضل، هذا الدعاء هل هو من السنة، وهل هذا مكانه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أم يكون الدعاء قبل السلام؟ السؤال الثاني شيخي، هل يأثم الإنسان على بغض والديه القلبي في حال خالف الشرع؟ السؤال الثالث سيد الفاضل، ما المقصود بعادل بشرى المؤمن؟ السؤال الرابع سيدي، هل يلزم الزوج الغني تكاليف حد الزوجة أم هو من الإحسان؟ تكاليف إيش؟ تكاليف إيش يا أخي نزار؟ تكاليف إيش؟ السؤال الرابع؟ تكاليف الحج. تكاليف الحج؟ نعم. طيب، السؤال الخامس سيدي، عندنا على صفحات التواصل الاجتماعي كثير من المعلمات والمدرسات ينشرون صورهم على صفحات، ونحن عندنا ليس مثل المملكة النساء منقبات، فكثيرا من المعلمات والمدرسات قد ملأت وجوهن بالمكياج والأصباغ، فهل هذا جائز سيد الفاضل، أم تؤثم المعلمة أو المدرسة إذا نشرت صورها على صفحات التواصل الاجتماعي حتى وإن كانت محجبة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبا فيصل. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا ابا فيصل. اهلا ومرحبا يا شيخ. الله بغيت اسالك ثلاث اسئله الله يسلمك. تفضل. خالد المصلح، يا اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا. الله يحييك. الحين لما سافرنا الغرب اللي هو بريطانيا وفرنسا، المهم جينا الحين ناخذ اللحم. ما ندري اذا هو حلال ولا حرام او ذبحينه كيف. طيب هل يجوز اكله ولا لا؟ سؤال اخر يا ابا فيصل. والسؤال الثاني، هل يجوز اخذ الفتوى من الشيخ المسجد؟ من الشيخ عدم العلم اذا هو مؤهل للفتوى ولا لا. طيب باقي شيء يا ابا فيصل؟ اي نعم. تفضل. سنة الفجر. هل يجوز تصلي اللي هو تحية المسجد وسنة الفجر مع بعض ولا تكفي سنة الفجر بس؟ طيب السؤال باقي شيء؟ بس يعطيك العافية. حياك الله. الله يسلمك. ابو محمد من العراق، تفضل يا ابا محمد. يا أبا محمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم. شيخ يعني خالاتي نسوان خوالي، أعتبرهم خالاتي. يعني زوجات أخوالك. خوالي. نعم، قبلن اللي يسلمن علي هن يعني منهن أكبر من عمرا، منهن أصغر مني، ولكن هن يحترمني وأنا أحترمهن. وهنا يعني كا يعني اعتبر مثل خالاتي واعتبر مثل امي. طيب جاي. عندك سؤال اخر يا ابا محمد؟ نعم سؤال ثاني. السؤال الثاني، انا صار سنتي انصار، الدكتور يمنعني عن الصيام، ولكن انا يشد يعني في صدري واتضايق من هذا الامر. يعني يا ابا محمد يعني الدكتور يمنعك من الصيام لوجود يعني مشكله صحيه عندك؟ نعم دكتور، أنا مريض صار 36 سنة. مريض إيش؟ فصار سنتين المرض اشتد علي، فهاي السنتين هو يمنعني من عدسي. طيب أبو محمد، بس عشان أفهم عليك، يعني أنت الدكتور منعك من الصيام؟ نعم ومع ذلك كنت تصوم؟ نعم شيخ. طيب يعني آخر سنتين ما صمت؟ لا مثل هو يقول لي لا أصوم وأني أصوم، لأن أني يعني يصير شيء يعني بس عندي إذا ما أصوم يعني أتألم إذا أشوف الناس مثلا صايمة وأيام صايمة كلها. طيب سؤالك ما هو بالضبط؟ يعني سؤالك عن حكم أنك تخالف وصية الطبيب؟ نعم أريد الحكم هل أني خالطت أم أأتم أم ما علي أثم؟ طيب باقي شيء يا أبا محمد؟ نعم شيخي. تفضل. أنا سألت شيخ خالد قبل الحلقة السابقة. نعم شيخي. تفضل. سأل الشيخ خالد قبل الحلقة السابقة، قلت له أنا أحب العلماء حب شديد، ألا يحقون العلماء أن أحبهم حب شديد؟ ألا العلماء هم ورثة الأنبياء؟ والله إني أحبهم حب شديد كله. وهو يقول لي لا أعرف ما هذا الحب الشديد، ولكن والله يا شيخي أنا أحبهم لله، لأنهم لولاهم يعني لم يصل يعني الإسلام، لم يصل التوحيد إلى هذه المكانات. يعني الآن مليار ونصف المليار مسلمين، إذا ما كانوا علماء كيف يصل الإسلام؟ محبة العلماء هو سبق المسألة على محبة العلماء. المسلمين أبناء السنة والجماعة. هذا طيب، هذا طيب. عمل صالح، وش المشكلة في هذا؟ الشيخ يقول لي ما اعرف شنو الحب الشديد يعني هذا. يعني ما مقدار الحب الشديد؟ طيب ما اعرف شنو الحب الشديد. والله يا شيخي انا في ودي ولكن لا استطيع، في ودي انا اقدر رؤوس العلماء كلهم، لانهم هم من يحملون العلم، هم من يحملون الاسلام، هم من يحملون يعني الفهم، وصلنا الى البسيط مثلي وغيري ولا كل المجتمع العالمي. بارك الله فيك يا ابا محمد، واسال الله عز وجل يمن عليك بالشفاء العاجل، شكرا جزيلا. اخر سؤال، عبد الرحمن من السعوديه، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا عبد الرحمن. الله يسلمك، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول، انا عندي ولدين جالي وعقيت عنهم بس ما كانت تكمل سنه الحقيقه، ما كنت جاهل بالحكم يعني، فما ادري ايش حكمها. كم كان عمرها؟ يعني يمكن 6 شهور 7 شهور كذا، طبعا ما يضع. طيب عندك سؤال اخر؟
السؤال الثاني في حديث ان المفتلين يعني ما يتحاسبون يوم القيامة، المفتلين هذا عقليا اللي ولا جسديا يعني ايش اللي ينطبق عليه؟ طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى يا عبد الرحمن. نبدأ على بركة الله. أخونا أبو عبد الملك من السعودية هو يقول في بعض المسائل الخلافية يتبع فيها الأحوط والخروج من خلاف، لكن إذا سأله شخص عنها فإنه يجيبه بالرأي الذي مثلا أخذه عن أحد العلماء وغير ذلك بخلاف ما يعمل به هو، ما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم صل وسلم. فيما يتصل بمقام بيان الأحكام الشرعية يجب أن يتحرى المؤمن في ذلك أن يصيب ما يرضي الله جل وعلا، وأن يخرج عن ما يشتهي أو يحبه، فإن ما يشتهي وما يحبه وما يختاره لنفسه أمر قد يلزم به نفسه ويأخذه في خاصته، لكن إلزام الناس به لا يكون إلا وفق ما اقتضته الأدلة، وهذا الذي جرى عليه علماء الأمة وسار عليه الأئمة فيما يتعلق بمقام الفتوى وبيان الأحكام الشرعية، التمييز بين الاختيار الشخصي وما يتعلق ببيان الحكم الشرعي. الاختيار الشخصي لك أن تختار ما هو أحوط، ما هو أبعد عن الشبهة، هذه أمور قد تمتنع عن بعض ما تراه مباحا خشية أن يوقعك في ما هو محرم، كما جاء في الترمذي والسنن من حديث عطية السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ أحدكم التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وكان الإمام مالك رحمه الله يختار لنفسه شيئا من الأقوال فيه احتياط، فيه ترك ما يراه مباحا، فيميز بين مقام الفتوى وبين مقام العمل والاختيار الشخصي. فما ذكره أخونا من أنه هو يأخذ في نفسه وخاصة ما هو أحوط، ما هو أبعد عن الشبهة، ما قد يكون تركا لمباح تجنبا لما يمكن أن يكون من المحرم، هذه مرتبة عالية. لكن في مقام بيان الأحكام هنا يبين الإنسان ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، إذا كان يستطيع ذلك بنفسه بمعنى بنظره وتأمله فذاك حسن، إذا لم يستطع بأن نقل قول عالم من العلماء أو رأي إمام من الآئمة لمن سأله وطلب منه البيان فهذا حسن. فالمسلك الذي ذكره مسلك رشيد وسليم فيما يتعلق بالتمييز بين الفتوى وبين الاختيار الشخصي. سأل عن 10 من أهل الإبل اجتمعوا على مسابقة بينهم، كل واحد دفع 500 ريال، ثم بعد ذلك اللي يفوز يأخذ هذه الجائزة، هل هذا جائزة أم لا؟ فيما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق، وفي رواية لا سبق بالفتح إلا في خف أو نصل أو حافر، وفي كلا الوجهين الإذن بالمسابقة في الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم إلا في خف أي الإبل أو نصل السهام أو حافر الفرس الخيول، فالمسابقة في هذه الأمور الثلاثة جائزة بالنص النبوي في قوله لا سبقة أي لا جائزة، أو لا سبقة في الوجه الثاني أي لا مسابقة إلا في هذه الأشياء الثلاثة، وهي مما أذنت به الشريعة. والعلة في الإذن في المسابقة في هذه الأمور الثلاثة أنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أدوات القتال والجهاد في سبيل الله والذب عن أهل الإسلام، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسابقة فيها لأجل ما في ذلك من التعود والتهيؤ للذب عن دين الله ونصرة شرعه وتبليغ رسالة الله عز وجل للناس.
الأمور الثلاثة فإنه لا حرج عليهم، سواء كان الجائزة والعوض من أحدهم أو كانت من بعضهم أو كانت من مجموعهم أو كانت من طرف خارجي، فكل هذا يندرج في عموم قول لا سبق إلا في خف أو نص أو حافر، فهذا إذن بجواز وضع الجوائز على المسابقات في هذه الأمور الثلاثة، وهي المسابقة في الإبل، المسابقة في الخيول، المسابقة في الرماية. نزار من العراق سأل عن حكم الدعاء بعد السلام مباشرة، خاصة إذا كان مع رفع اليدين. المشروع للمؤمن بعد الصلاة أن يذكر الله، ومن أذكار الله عز وجل ما هو دعاء، فقوله بعد الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا دعاء وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينقل عنه أنه رفع يديه، ولو نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء الذي بعد الصلاة من الاستغفار وما أشبه ذلك مما يقال من الأذكار لنقله الصحابة لتوفر الهمم على نقله، فقد نقلوا حركة لحيته أثناء صلاته صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا حريصين على نقل هديه في دقيق الأمر وجليله، فكيف بعبادة تتكرر في اليوم 5 مرات والنبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، لم ينقل واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد أن فرغ من صلاته ودعا إما منفردا أو دعا مع المجموع، لم ينقل هذا، وبالتالي هذا من المحدثات التي ينبغي تركها والاقتصار على ذكر الله عز وجل على الوجه الوارد من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك من أذكار قول ربي اغفر لي وتب علي إنك اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك كما في حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم ونحو ذلك من الأدعية والأذكار، لكن لا يرفع يديه في شيء من ذلك، فإنه لم ينقل عن سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه. سؤالها الثاني، هل يأثم الولد إذا أبغض والديه حينما يخالفان الشرع؟ لا يأثم على بغض ما يكون من الوالدين من مخالفة الشرع، فإن هذا من محبة الله، ومحبة الله مقتضاها أن تحب ما يحبه وأن تبغض ما يبغضه، فكل المعاصي صغيرها وكبيرها صادرة من والد أو ولد، من قريب أو بعيد، من حبيب أو مبغوض، ينبغي أن تعامل معاملة واحدة في أنها مبغوضة، لأنها مما يبغضه الله عز وجل، ولا يكمل إيمان أحد إلا أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، لكن ينبغي التمييز بين بغض الفعل والفاعل، فالفاعل يبغض بقدر ما معه من مخالفة، لكن حتى لو أبغضه لا يسوغ هذا أن يسقط حقوقه، والله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، وبالتالي يجب العدل في المعاملة وفي الوالد على وجه الخصوص، وهو موضع السؤال، الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، فميز الله جل وعلا بين مقامين، مقام الموافقة على الشر والقبول بالفساد الذي يكون من الوالدين وبين حقهما، فأمر بالبعد عن قبول ما يأمران به من سوء وشر وفساد، وأمر بحفظ حقهما فيما يتعلق بالمصاحبة بالمعروف والإحسان إليهما، فبغض الإنسان ما يصدر عن والديه من محرمات هذا من تمام الإيمان ومن تقديم محبة الله على محبة كل مخلوق ومراغمته نفسه للقيام بحق والديه هو من طاعة الله عز وجل في قوله وصاحبهما في الدنيا معروفة. السؤال الثالث، ما معنى عاجل بشرى المؤمن؟ عاجل بشرى المؤمن أي ما قدمه الله تعالى للمؤمن من بشارة تدل على الرضا والقبول، وذلك أن الله تعالى من رحمته بعباده أن يبدي لهم في حياتهم ما يكون عونا لهم على الزيادة في الطاعة والثبات عليها، وكما أنه من رحمة الله عز وجل بعباده أن يبدي لهم في حياتهم ما هو ثمار ونتاج عصيانهم، كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وكما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله عز وجل في المقامين، في مقام التنبيه على الخطأ وفي مقام الحث والترغيب في الازدياد من الخير، يعطي جل وعلا عبده تنبيهات وبشائر ونذر، بشائر للزيادة من الخير ونذر في الكف عن الشر والتنبه بأن لا يزيد تورطا في فساد أو شر. فمن البشائر التي يبشر بها المؤمن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله، في حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم الرجل يعمل الخير فيعلم من أجره أو يؤثر ذلك على قبول عمله أو يكون هذا مما ينقص أجره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب هذا السائل تلك عاجل بشرى المؤمن. معنى عاجل بشرى المؤمن أي ما بشره الله به من قبول عمله ورضى الله تعالى به. فالله تعالى قد قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإذا عمل العبد عملا فيما بينه وبين الله لم يقصد بذلك جزاء ولا من الناس ولا شكورا، لم يرجو منهم ثوابا ولا عطاء، لم ينظر إلى مدح ولا ثناء، إنما غايته وغرضه أن يثني عليه الله، أن يرضى عنه ربه جل في علاه، ثم فاح ريح المسك وفاح ريح السريرة الطيبة والعمل الصالح الخفي، فعلم به من علم وتكلم به وأثنى على الناس وأثنى على الإنسان به، فإن هذا من عاجل بشراه، وهذا مما يحث على المزيد. فهذا لا ينقصه أجرا بل هو مما يحث على مزيد عطاء وبذل وإحسان وتقرب إلى الله جل وعلا، وهو من دلالات الرضا وعلامات القبول التي يفرح بها المؤمن. ويؤيد ذلك ما في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة في حديث محبة الله تعالى للعبد، إذا أحب الله عبدا ندى في السماء جبريل أنه يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في السماء فيحبونه فيوضع له القبول في الأرض. القبول في الأرض هذا أمر لا يملكه الناس، لا يشترى بثمن ولا يدرك بمال ولا يحصل بمنصب ولا له سبب ظاهر في المعطيات المادية. نحن نحب أناسا لم نلقهم في تاريخ بل في سابق العصور وفي حاضر الزمان، نحب قوما سمعنا عنهم خيرا ولم نلقهم ولا نعرفهم ولا يربطنا بهم أي رابط، لا رابط نسب ولا رابط لغة ولا رابط مكان. هذا كله من ثمار الطاعة والإحسان، كما أن التنبيه من التنبيه إلى الشرور هو مما يتنزجر به النفوس وتكف عن العصيان والطغيان. فرب عبرة وذكرى تقع الإنسان توقظه وترده إلى صالح عمله وتحثه على الكف عن الشر، كما جرى من قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما قص الرؤيا على حفصة فقصتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رأى رجل من طاف به في النار فقال نعم العبد عبد الله لو كان يصلي من الليل. سؤال الرابع، هل يجب على الزوج أن يدفع تكاليف حج زوجته؟ لا يجب عليه، لكن هذا من الإحسان. وإذا كان يدفع لها الآن كماليات وأمور قد لا تكون يعني من 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 الأمور الأساس، فدفعه لا لما يكمل به دينها هو من تمام الإحسان، وله أجر الدفع. من جهز غازيا فقد غزا، ومن جهز حاجا فقد حج. سأل عن نشر المرأة صورتها وهي متجملة في صفحات التواصل. ما في شك إن هذا إذا كان على وجه مثل ما ذكر من التبرج وإبداء ما لا يجوز إبداء، هذا زيادة في السوء والشر. يعني هو لا يجوز المرأة أن تبدي ما لا يجوز إبداؤه من مما يجب عليها ستره، فإذا أبدته للناس فهي آثمة، فإذا صورته ونشرت كان زيادة في الشر والإثم. لذلك أنا أحث خواتي أن يتقين الله عز وجل وألا يستدرجهن الشيطان ويستركضهن في هذا الأمر، فإن ذلك مما يوقعهن فيما لا تحمد عقباه من الشرور والمفاسد.
الواجب على المرأة أن تحفظ نفسها وأن تقي نفسها الشرور والمفاسد. قد تقول المرأة يعني هذه لا تفتن فيها أجمل منها، وقد يأتي الشيطان بمسوغات كثيرة، لكن أنت أيها المؤمن رجل أو أنثى يجب أن تذكر أنك محاسب على فعلك بغض النظر عن الناس. الناس لا يقدمون، لا يقلبون الحلال حراما ولا الحرام حلالا، حتى لو شاع. يعني أرأيت قوم لوط وما شاع بينهم من المنكر والفساد، كانوا يستغربون من لوط عليه السلام أنه ينكر عليهم هذا الفعل الشنيع القبيح، لكن انتشار هذه الجريمة بينهم وشيوع هذه الجريمة بينهم لم يجعلها مبررة ومسوغة وغير موجبة للعقوبة، بل جاءتهم العقوبة على أشد ما يكون، وأبقاهم الله عبرة على مر العصور لكل من انحرف عن الطريق المستقيم وشاع فيه الفساد والشر. لذلك أقول يعني الآن هناك من التساهل في صور النساء، سواء كانت صورة مجتزأة ثابتة أو صورة في متحركة عبر التصوير الفيديو، ويتساهل كثير من الفتيات في هذا الأمر ويقع به من الشرور عليهن وعلى أهلهن وحتى لو لم يقع شر، لو فرضنا أنه ما جاء شر بالكلية، أليس هذا مخالفا لما أمر الله تعالى به المؤمنات من الستر؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك. ولا من عالم ولا من فقيه ولا من مرشد واعظ، هذا من سيد الواعظين ومن إمام المرشدين ومن إمام الفقهاء والعلماء، سيد ولد آدم صلوات الله تعالى وسلامه عليه، يأمره الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن يسترن أنفسهن. فكيف بهذه التي تظهر وقد أبدت ما يبدي صدرها وقد تكون كاشفة حاسرة الرأس تبدي مفاتن؟ الإجماع منعقد على أنه لا يجوز المرأة أن تبدي شعر رأسها. يعني الآن بعض الناس يقول في خلاف، يعني إذا كنا يعني سنبرر إظهار الوجه بالخلاف وإظهار اليدين بالخلاف، فأين الخلاف في إبداء المفاتن؟ فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز المرأة أن تبدي مفاتنها. أين الخلاف في إبداء الشعر وإظهاره بتسريحته الجميلة التي تجذب الأنظار؟ هذا لا خلاف بين العلماء في عدم جواز إبدائي. ثمة أمور لا علاج لها إلا بأن يتقي المؤمن الله وأن يرقب يوما يقف فيه بين يدي ربه. وأنا أقول لأخواتي ولكل مؤمن ومؤمنة لنعد لذلك الموقف جوابا، نحن بحاجة إلى أن نذكر الآخرة، لأنه عندما تغفل قلوبنا عن الآخرة، عندما لا يكون يوم القيامة يوم المعاد يوم الفاقة حاضرا في أذهاننا، فلن يوقفنا شيء، أهواؤنا وشهواتنا وما يشيع في حياتنا يستزلنا ويجذبنا إلى كثير من الانحراف. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل. أسأل الله لي ولكم الهداية والثبات على الحق والهدى، أن يحفظنا في السر والعلن، أن يؤمننا يوم العرض عليه. أبو فيصل من السعودية وسأل سؤال في الحقيقة مهم، ونحن على أبواب يعني موسم سياحة وسفر، يقول أكل بالنسبة للحوم التي يعني يجدونها مثلا في أوروبا وفي غيرها في المطاعم، ما حكم أكلها؟ الأصل في البلدان التي يشع فيها وينتش فيها أهل الكتاب أنه يجوز الأكل من ذبائحهم، لقول الله جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، والمقصود بطعامهم هنا ليس ما جرت به العادة من الفواكه وأشباهها والثمار، فهذه مباحة في يد من كانت من كتابي أو غير كتابي، مسلم أو كافر وثني أو من كان، لأنها لا دخل للمالك في حلها وإباحتها، بخلاف الذبائح. ولذلك الإجماع منعقد على أن قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم المقصود به الذبائح. هنا فيما يتعلق بالذبائح
الأمر واضح وجلي في أن كل ما ذبحه أهل الكتاب فهو مباح، وثمة تفصيلات فيما إذا لم يذكر اسم الله عليه، وفيما إذا أهل لغير الله بأن سموا غير الله عند ذبحه، تفريعات وتفصيلات. لكن الذي يهمنا هو قضية ليست من هذا النوع ولا من النوع، لا ليس مما لم يذكر اسم الله عليه وليس مما أهل لغير الله به، إنما هو مما شاع بينهم من عدم الذبح والذكاة، إنما إهلاك هذه البهائم بالقتل الذي لا ذكاة فيه، لا إنهار للدم فيه، ما يذبحون، إنما يقتلون قتلا بالصعق وما أشبه ذلك. هل هذا يندرج في عموم قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وأكثر علماء الأمة سلفا وخلفا على أنه لا يجوز أكل ما لا يذكى، المذبوح المقتول بالصعق بغير الذكاة لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وهذا لم يتحقق فيه إنهار الدم حيث إنه يموت من غير إنهار الدم. وبالتالي هنا جماهير العلماء على أنه لا يجوز أكل هذه الذبائح وعليه. فإذا كان الشائع في البلد، هذا يختلف باختلاف البلدان، لكن فيما يظهر أن الغالب في البلدان البلدان العالم أنه ما يذبحون، إنما يصعقون ويميتون بطريقة أو بأخرى ليس منها الذبح إلا ما ندر. أحيانا قد يكون فيه ذكاة وقطع للرأس لكن بعد أن يموت أو بعد أن يصل إلى حد الموت، فثمت الإشكالية من هذه الناحية. هناك قول آخر وهو قول ابن العربي المالكي وجماعة من الفقهاء وهو الأقل، أنه كل ما أكله أهل الكتاب فإنه يباح لعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فما أكلوه فإنه مباح لنا. وهذا أشار إليه بعض العلماء المعاصرين للتخفيف على الذين يقيمون إقامة دائمة لما قد يشق عليهم من تحري اللحم الذي ذكي. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا لم يعلم حقيقة الذبائح في هذه البلدان فإن الأصل الإباحة والحل، فإن علم أنهم لا يذبحون فهي ميتة، والميتة لا تحل سواء قدمها مسلم أو قدمها كتابي. باب الورع هل يدخل فيه مثل طبعا أكيد هذه يأتي على الكلام الأول، أنه أنا قد أختار لنفسي أنه اتقي الشبهات، لكن يعني هذا لا تقواه كل النفوس، وبالتالي صعب أن نلزم به الناس، لكن نقول يعني هذا هو الأصل. وأما من أراد الاستبراء لدينه وعرضه والبعد عن المشتبهات فليتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. سأل السؤال الثاني يقول إمام المسجد هل يستفتى إذا كان الإنسان لا يعرف حاله، لا يعرف هل هو عالم أم لا؟ يعني التقدم في إمامة الصلاة ليس يعني ليس منزلة تبول الإنسان أن يفتي ويبين الأحكام، لا سيما في هذا الزمان الذي التقدم فيه يرجع إلى جمال الصوت أو إلى حفظ شيء من كتاب الله عز وجل، بغض النظر عن فقه ما حفظ أو فهم ما أدرك من كلام الله عز وجل وما علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أنا أنبه إلى ضرورة العناية بالوصف الإلهي الذي ذكره الله تعالى في كتابه عندما أمرنا بالسؤال، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال اسألوا أئمة المساجد، ولا قال اللي يلبسون بشوت، ولا قال الذين هيئتهم هيئة علمية أو لحية طويلة أو ما إلى ذلك مما كثير من الناس ينصرف ذهنه إلى إن هذه السمات هي قد تكون سمات العلماء أو قد يكون في مشابهة للعلماء، لكن الشأن كل الشأن في الوصف الإلهي. فاسألوا أهل الذكر، ومن هم أهل الذكر؟ هم العلماء بكتاب الله ومعانيه، هم العلماء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء مبينا لكتاب الله عز وجل. ولذلك ينبغي المؤمن أن يتحرى. الآن يا أخي نحن نتحرى في أبسط الأمور، يعني عندما يريد الإنسان أن يسأل عن موقع
موقع مكان ما، تجده في الغالب ما يسأل أي أحد، يسأل من يظن ويغلب على ظنه أنه يعرف المنطقة، فتجده يسأل الشرط، يسأل مثلا أصحاب الدكاكين لأنهم أعلم بالمنطقة، بخلاف من يسأل كل غاد ورائح. إذا كنا هذا نتحرى في السؤال في أمور الدنيا، فينبغي أن يكون فيما يتعلق بأمر الدين أكثر عناية وأكثر حرص وحفظ لما أمرنا الله تعالى به في قوله فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال الثالث، هل يجمع بين سنة الفجر وتحية المسجد في صلاة واحدة أم يفصلهما في صلاتين؟ لا، المقصود من تحية المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين قبل أن يجلس، فإذا جاء ولم يصلي راتبة الفجر فليصلي الركعتين بنية الراتبة ويكفيه عن تحية المسجد. أبو محمد من العراق يقول زوجات خالاته، هو في الحقيقة تعود أنه يعتبرهم زوجات أخواله، عفوا نعم، زوجات أخواله، تعود أن يتعامل معهم مثل أخواته أو مثل يعني والدته، بحكم العشرة وبحكم فيسلم عليهم سلام مثل المحارم، هل هذا جائز أم لا؟ هذا يرجع إلى ما تقدم، أنه أحيانا ثمة عرف وإلف في بعض الأوساط مخالف للشريعة، من مخالطة مثلا من لا يجوز مخالطته، من مصافحة من لا تجوز مصافحتها، وما إلى ذلك مما ألفه الناس، وقد يكون ترك هذا مثير للاستغراب في البيئات التي اعتادت مثل هذه الأعمال التي هي مخالفة لأمر الله وأمر رسوله. هنا أقول يجب لزوم الشرع ولو كلف ذلك شيئا من العناء والمشقة، فوجود المشقة والعناء ليس مسوغا للترك إذا لم تبلغ حد الاضطرار أو حد الأذى الذي يلحقه ضرورة، فيجب عليها أن يترك مصافحتهن، هذا ما ذهب إليه عامة العلماء، ولا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة ومن يعني يتوقع منها الفتنة ومن لا يتوقع منها الفتنة، لأن الفتنة أمر نسبي وليس أمرا مضطردا يظهر، فقد يفتن الإنسان بالكبيرة وقد تفتن الكبيرة بالصغير، ولا ينظر الإنسان إلى نفسه. يعني فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، إذا أنيطت الأحكام الشرعية بوصف فينبغي اعتباره وملاحظته، ولا يجوز إلغاؤه لأجل أنه المعنى الذي علق عليه الحكم غير موجود فيما يظهر، لأنه ما كان غالبا، فهذا لا يطلب وجود العلة في مفردات الأفعال، وهذه مسألة مهمة، لأنه بعض الناس يقول لا أنا ما أتأثر ولا أنظر إليها ولا تنظر إلي، وهذا يحصل مثلا الآن في يعني معاملة بعض البيئات المختلطة التي يختلط ابن العم ببنت عمه أو بنت خاله أو ما إلى ذلك، ويكونون على نحو من الامتزاج الذي يقول حنا إخوان، يعني في النهاية هذه ليست أخوة، الله تعالى ميز بين الأخ وما له من الحقوق والواجبات وما له من المباحات وبين غيره، فيجب التمييز، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، والله تعالى يقول قل للمؤمنات يغضن أبصارهن ولا قل للمؤمنات يغضن أبصارهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جبن ولا يبدين زينتهن إلا، ثم ذكر الله تعالى من يجوز إبداء الزينة له إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن إلى آخر ما ذكر. هذا التحديد وهذا التعيين هذا أمر إلهي، ما يمكن يقول والله لا العرف ما في شيء، أنا أعد أخوي أنا ما أنظر إليه ولا أفكر فيه، يعني هذا شيء يتعلق بك، لكن فيما يتعلق بحد الله وما يجب مراعاته من حدوده وشرعه يجب لزوم ما أمر به، وأن لا يخرج الإنسان عن شرعه لمثل هذه المبررات. فأنا أقول لي أخي هؤلاء أجنبيات حقهن الإحسان والسلام بالحسنى والمعاملة الطيبة، لكن دون أن تقع فيما حرم الله تعالى عليك من نظر أو مباشرة. الدكتور يمنعه من الصيام لكنه يتألم لهذا الموضوع، يعني كيف يصوم هو ويرى الناس، فبالتالي لا يستجيب لنصيحة الدكتور ويصوم، يعني ما الحكم بذلك؟ إن كان هذا يلحقه ضررا فيجب عليه ترك، إذا كان يلحقه ضررا محققا فيجب عليه ترك ما
الصوم في هذه الحال. دليل ذلك ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل الذي رآه قد ظلل واجتمع عليه الناس قال: ما شأنه؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر. وهذه قاعدة في كل صيام غير مشروع، إنه ليس من البر أن يصوم الإنسان وهو مريض مرضا يلحقه عناء أو مشقة أو يلحقه ضررا أو يرجع برأه وشفاءه. والله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فما يجد في نفسه هنا يا أخي الكريم تظهر العبودية، إنك تعبد الله بما أمرك لا بما تحب تشتهي، أن تكون عبدا لله فيما تحب وفيما تكره. أحيانا نحن ننشط الطاعة لأن تكون قد ألفتها نفوسنا واطمأنت إليها قلوبنا ونركن إليها ونشعر بلذتها، فإذا تركناها مع مشروعية تركها يكون ذلك شاقا على أنفسنا. نقول: اتركها طاعة لله كما كنت تفعلها طاعة لله. السؤال الثالث يقول: فيما يتعلق بحب العلماء حبا شديدا، يعني البعض يقول قد يعني يستنكر أي مثل هذا الموضوع. لا، هو الكلام على محبة العلماء طاعة وعبادة لعموم ما للمؤمنين من المحبة، ولأن العلماء ورثة الأنبياء فلهم من الفضل والمكانة والميزة ما ليس لغيرهم من المحبة، لا سيما إذا جمع الله لهم علما وعملا وأثرا حسنا طيبا فيزداد. حتى العلماء ليسوا على درجة واحدة في المحبة، لكن أنا الكلام على شديد، يعني يمكن يقصد أنه حب قوي وأني أجد لهم مكانة. لا، هذا من العمل الصالح، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، فهو لم يحب هذا لأجل ماله ولا لأجل جاهه ولا لأجل جماله ولا لأجل نفعه، إنما حابه لما يراه من جهده في طاعة الله، في تبليغ شريعة الله، في هداية الخلق إلى سبيل الله، في تقريبهم مما يحب الله، في ما أشبه ذلك من الأسباب التي ترجع إلى كونه أظهر من طاعة الله وعلم منه من طاعة الله ما يحب لأجله. وهذا من أوثق عرى الإيمان، أن تحب الرجل لا تحبه إلا لله، وأن تبغض الرجل لا تبغضه إلا لله. هذا من أوثق عرى الإيمان وما يجد به الإنسان لذة في قلبه. لكن الحب الذي يحمل على الغلو هذا المذموم، وهذا الذي يعني نهت عنه الشريعة. عبد العزيز من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا عبد العزيز. فحالك. يا مرحبا، تفضل. ابو عمر، ما اوفيت بوعدك امس، كلمتكم. طيب يعني انت هالوقت وما جاوبنا على سؤالك. اي بس قلتها حلقة جديدة، من المفترض انكم تاخذون الاسئلة. والله 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 تدري وش الاشكالية يعني. تبعون الحلقة التي بعدها، فبالتالي ناخذ من حلقة من وقت الحلقة الجديدة وما يعني ما يستفيدون، فاحنا يعني نعد مستقبلا لكن بدون تخصيص حلقة محددة لهذا الموضوع. أنت سألت سؤالك عن الزكاة في الحسابين، عندك حسابين والإخراج الزكاة من أحدهما. سؤالك الثاني ما هو؟ أنا نسيته. السؤال الثاني أن الإمام بجميع الركعات يقول سميع الله لمن حمده. بدون الهاء. بدون الهاء. طيب خلاص، أنا أبشر إن شاء الله هالحلقة نجيب عنك بإذن الله تعالى. شكرا يا عبد العزيز. عبد الرحمن من السعودية يقول إنه عق عن ولدين من أولاده بماعز أقل من سنة، يعني من أكثر من 6 أشهر، هل هذا صحيح أم لا؟ الماعز المجزئ في العقيقة والأضحية هو ما والهدايا ما كان قد بلغ سنة، وعليه فإنه إن وسع الله تعالى عليه يذبح عنهما عقيقة غير التي سبقت، والتي سبقت هو فيها مأجور، وإن كانت لا تجزئ فأسأل الله القبول ولعله يعزمنا إن شاء الله. سأل يقول: الذي لا يحاسب يوم القيامة هل هو الذي عنده إشكالية أو خلل في عقله أم في الجسد؟ لا، الجسد ما له أثر، يعني يكون مثلا معاق أو غير قادر على الحركة، هذا يوضع عنه من أحكام الشريعة ما يناسب، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذا فيما يتعلق بالتكاليف البدنية. أما الإيمان فيخاطب به كل ذو عقل، يخاطب به كل ذي عقل، فكل ذي عقل
مطلوب أن يؤمن بالله عز وجل وأن يستجيب لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإن كان الإنسان لا عقل له ولم تبلغه أو لم تبلغه الشريعة فهذا هو الذي يمتحن يوم القيامة، كما جاء في المسند من حديث الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمتحن أربع يمتحنون يوم القيامة ويدلون بالحجة على الله، وذكر منهم رجل قال يا ربي جاءني دينك وقد هرمت فلا أعقل شيئا، وآخر قال ربي جاءني دينك والصبيان يرمونني بالبعر يعني لا عقل له فاقد. فالإجماع منعقد على أن من لا عقل له يرتفع عنه التكليف، فإن كان من غير أهل الإسلام فأحكامه في الدنيا يجري عليه ما يجري على الكفار من أحكام، بمعنى أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، يدفن في 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 مدافن غير أهل الإسلام. لكن في الآخرة، الآخرة لن يدخل أحد النار إلا وهو مستحق لها، فالله حكم عدل إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وما ربك بظلام للعبيد. هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، يمتحنهم الله بما يجريه من الامتحان، فمن وفق دخل الجنة ومن أخفق كان دليلا على أنه لو كان عاقلا في الدنيا لما أطاع فتكون عاقبته جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. عبد العزيز من السعودية يقول عنده حسابان، حساب الادخار وحساب الذي ينزل فيه الراتب الذي يصرفه منه على نفسه وغيره. إذا حلت الزكاة هو يعرف ماذا يزكي، لكن يقول الحساب الذي يأخذ منه يخرج منه مال الزكاة، هل لابد أن يكون من نفس المال المزكى أم يمكن أن يكون من غيره؟ لا يمكن من أي مال. فمثلا إذا كانت زكاته 1000 ريال فأخرجها من مال في نق في 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 جيبه أو في آخر، حساب آخر أو في تجوري أو في خزنة، لا حرج، لا يعني لا يجب أن يخرج من عين المال فيقتطع منه القدر الذي تجب، إنما الواجب ما شغل به الذمة، ما شغلت به الذمة من زكاة، فلا يتعين أن يأخذه من عين ماله. صلى خلف إمام يقول سمع الله لمن حمد بدون الهاء، هذا يجري على لسان الناس لكن هو المقصود حميدة، لكن مع إما سماعا وإما نطقا يجري التخفيف، والمقصود أنه سمع الله لمن حمده، بس ما يقولون كذا أكثر، سمع الله لمن حمده. وأنا سألته بالأمس يعني قلت له يمكنك ما 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 انتبهت للكلمة أو كذا، قال لا يعني هو متأكد. أي ما خالف لا حرج حتى لو كان متأكد، لأنه هذا معلوم القصد وليس لفظا متعبدا بمفرداته، إنما يعني وليس كقراءة الفاتحة أسقط منها حرفا فلا تصح الصلاة، لا هذا يختلف. أم محمد من السعودية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي أختي. أمكنك الشيخ بأسئلة؟ الشيخ يسمعك تفضلي. عندي 4 أسئلة أسمح. لا 4 واجب تخلص الحلقة ما خلصناها، أعطينا 2 الحين يا أم محمد. إن شاء الله. أنا عندي أحد علي حلف، الحلف متكرر مرتين، أنا كفر كفارة واحدة ولا كفر كفارتين؟ يعني أنت حلفتي على أمر واحد مرتين. ايوه هو نفس يعني كفر نفس واحد تكفي ولا لازم تنتين؟ بس اهم شيء يا ام محمد انك حلفتي على امر واحد مرتين، شيء أيوة واحد. ايوه طيب شيخ الرواتب تصلى قبل صلاه يا ام محمد، بس شوي شوي عشان نفهم عليك سؤالك، انت يوم حلفتي قلتي كذا والله والله ولا حلفتي ولا حلف لحظة شوي محمد لحظة، ولا حلفتي في وقتين مختلفين ولا في نفس الوقت بس كررتي مرتين؟ لا تكررت مرتين بس نفس الحلف يا شيخ. لا يعني أنت في يعني على الشيء الواحد في 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 مجلس واحد كررتي الحلف مرتين ولا في وقتين مختلفات؟ لا وقتين مختلفات، كل مرة غير مرة غير. أيوة. طيب السؤال الثاني. السؤال يعني شيخ السن اللي قبل الظهر 4 ركعات سلام واحد ولا سلام مرتين؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا أم محمد حياك الله. يتكرر كثيرا موضوع الكفارة، كفارة إذا 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 تكرر الحلف عن أمر واحد، إذا تكرر الحلف على أمر واحد فإنه تأكيد واليمين واحدة، مثلا قال والله ما أفعل كذا، والله ما أفعل كذا، والله ما أفعل كذا، هذا تكرار اليمين على قضية واحدة، فإذا حنث
يلزمه كفارة واحدة. لكن أنا أقول يجب على المؤمن أن يمتثل ما أمر الله تعالى به في قوله واحفظوا أيمانك. ومن حفظ اليمين أن لا يكررها عندما لا يوجد موجب لليمين، لأن التكرار هو مزيد تأكيد وتوثيق، ولا يكون هذا إلا في المواطن التي يحتاج إليها. أما أن يكون هذا جاريا على لسانه، والله العظيم والله الكريم وربي والذي لا إله غيره، وتعداد الأيمان سواء بلفظ واحد أو بألفاظ متنوعة على قضية واحدة، هو من عدم حفظ اليمين، إلا إذا كان ما يوجب ذلك. إذا حنث فهنا يجب عليه كفارة واحدة. أنت ذكرت تكرار اليمين في وقف في على شيء واحد يعني، لكن إذا تكرر الحلف في مناسبتين مختلفات، يعني في وقتين مختلفين على شيء واحد، على شيء واحد كذلك، يعني بمعنى قال والله ما أجي، جو قالوا ابن الحلال قدك تجي فلان مثلا من غد، من غد أو بعد يوم ثاني، قال والله ما أجي، وهذا كرر الحلف على نفس القضية، فهي يمين واحدة. جميل. يعني لا فرق بين أن تكون في مجلس واحد أو تكون في مجالس متفاوتة إذا كان المحلوف عليه واحدا. سؤالها الثاني تقول السنة التي قبل الظهر إذا البركعات هي تصلى بسلام واحد أم بسلامين؟ إن شاء هذا وإن شاء هذا، والسنة فيما يظهر الله تعالى أعلم تسع هذا وهذا، لكن الأفضل أن تكون بسلامين. لكن لو صلىها أربعا متواصلة وسلم تسليمة في النهاية ولم يفصل بين الأربع فلا حرج عليه. ماريا تقول إذا كان الأولاد لا يحافظون على الصلاة ولا يسمعون كلام والدتهم، وطلبت الوالدة ممن حولها مقاطعة هؤلاء الأولاد تأديبا لهم، تقول هل هذا يدخل في النميمة ولا يعني ما رأيكم فيها؟ لا هو ليس يعني ما أدري كيف النميمة، هي الآن تعاقب وتطلب من حولها الهجر للتقويم، والهجر للتقويم والإصلاح مشروع، لكن هل ينبغي النظر في مدى تحقيق هذا للمطلوب؟ أحيانا الهجر أو هذا المسلك بالإشاعة يجعل الموضوع يعني حاجز يكسر عند الابن أو البنت فيتجاوز إلى ما وراءه من فساد وشر، وأحيانا لا، قد يكون هذا رادعا وحاملا على تقويم المسار وإصلاح الطريق، ولذلك ينبغي الرجوع في هذا إلى ما يحقق المصلحة. الهجر لأجل أمر عبادي ولأجل الحمل على طاعة هو كالدواء تماما، يجب أن يراعي فيه الإنسان القدر، ويجب أن يراعي فيه الكمية، ويجب أن يراعي فيه ما يحقق المصلحة بطلب غيره أن يشاركه في المعالجة، كل هذه ترجع إلى تحقيق المصلحة. وليتق الله ويسأل الله عز وجل الهداية للصواب في التصرف مع مثل هؤلاء، والله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. من هل يقول هل يأثم موزع شبكات الإنترنت إذا استخدم أحد المشتركين الإنترنت بصورة غير صحيحة؟ لا يأثم فيما يظهر، إلا إن كان علم أن هذا لأجل عمل غير صحيح. أما إذا كان يوزع مثل الماء هذا الذي يباع في البقالات، هذا مباح، قد يستعمل في إضافة على الخمور وتصنيعها، وقد يستعمل في شرب مباح، وقد يستعمل في الصدقات والتبرعات، إذن هو من حيث الأصل مباح. فالمباح إذا غلب على ظن البائع أنه سيستعمل في محرم غلب على ظنه، فينبغي أن يتركه، إذا تحقق فيجب عليه أن يتركه، إذا اشتبه فالأصل الحل والإباحة. أنا لفت نظري سؤال هل يأثم يعني ماذا يحرص كثير من الناس على أنه يثبت أن الآخرين يأثمون أكثر من العكس؟ يعني هو أحيانا يرد هذا السؤال للبحث هل الحل هو حلال أو حرام، لكن عموما يعني الحرص على الإصلاح والتقويم دون التأثيم مسلك ينبغي أن يغلب، لكن أحيانا من الناس من لا يردعه إلا أن تقول ترى هذا إثم، هذا حرام، هذا لا يجوز، فالمرجع في ذلك إلى تحقيق المصلحة والمفسدة. شكرا مقدرها بس الله يحفظك يبارك فيك. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، غدا نلقاكم إن شاء الله، صدقكم الله سبحانه على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.